أصحاب الفقر الهم الظلم والغم القهر اللي فايح سم القلب اللي بعمره لن يحمل باروق دم أصحاب الفقر الهم الظلم والغم القهر اللي فايح سم القلب اللي بعمره لن يحمل باروق دم أصحاب الفقر خير ان شاء الله. شو كتبتوا؟ بدي قليه مع البيت، خليك كل معنا يا ستي. الف صحة، صحة وهنا على قلبك. ايه فجر؟ ايه وانت خيي لشو كل هالشاش؟ شغلتك بسيطة كتير كتير بسيطة. ليك ها ليك عمي، ما احلاها وقفت مثل الرمح يخزي العين. بقى الخشب دق دق يا فجر، تعرفي هلق مو ناقصك الا علي تصدقيني. بس بينك عماد، اوعك ها اوعك تحملي شي ثقيل يعني. وبالنسبة للرياضة استاذك ما تسوي رياضة؟ ما هي رياضة؟ أميمة علمتني شوي منها، الله يرضى عليها. هالأميمة شهلة ومطيعة ونشيطة، ما بتخلي عليها شيء. برافو برافو عليها، ما قلت لك ممتازة. لك صحي وينها؟ والله اشتقنا لقهواتها. بالشغل، هي بتطلع من راحت الصبع. راحت أميمة راحت تساعد وحدة قرايبتنا ولدانة، ما قلت لك إنها شهلة وشغيلة وإلها لهفة. يا ستي الله يخليها بزمتي يا جماعة، بس شوف الاهل البنت بتتفائل. شو عم تتفائل حكي؟ يعني بيجيك زباين؟ زباين لك فجر، زباين. انا رايح اسوي لكم قهوه. ايه خي فجر. اه وليش وين قبوال حط على راسك؟ بيطري لاف لك اياها. جرح صغير ما له مستاهل، يومين وبصير مثل الحصان. وش جابصين حكي؟ طلع لي روحي، انا بكره الصبح بدي فكه. ما شاء الله عليك، ما تحكي مثل الدكاترة هيك، يعني ثقة بالنفس عمياء يعني. اسمع إيه؟ فجر طول بالك بس يومين. ايه ايه وبعد كم يوم انا باخذك لعندي على المشفى مشان نصور، يعني نصور الرجل ونشوف يعني اذا كان هذا الكسر لحم مزبوط ولا. فهمت فهمت فهمت. صحي فجر، شو بدي اقول لك يعني، حمت الذي قلت لي انه أميمة عم تشتغل. شو قلت لي انها عم تشتغل؟ مثل ما قالت لك الوالدة، راحت لعند وحدة قرايبتنا بدها تساعدها، عم بتولد. يا سيدي الله يقوم بالسلامة. سنة؟ بدك ياني استناك كمان سنة؟ هذا إذا مو أكتر. عم أقلك حاطط المصاري كل اللي معي بهالمشروع. ايه بس سنة كتير. يعني شو أعمل، ما أشتري السيارة؟ لا أشتريها، مو بدك تشتغل وتطالع مصاري، من هالمصاري منعيش. طيب والفرش والنقد والسكنة؟ ليك بس النقد، وأنا معك بساعدك. تساعديني؟ الله يسامحك يا أمي، ما على الحكي اللي عم تحكي. أنا بدي إياك تساعديني، النقد بيتدبر مو مشكلة. يعني شو، اشتريها السيارة ولا ما اشتريها؟ طبعا طبعا اشتريها. بس والله محتار انا يا أميمة. بشو محتار؟ محتار مشان اختي ام رياض اكتب لها النص باسمها ولا الربع، لانه صهري ما كمل لي كل المصاري، قال لي بعدين كمل لها. ايه لا حبيبي، الربع الربع، ولما بيكمل بتبقى. وليش لحتى يكمل؟ انت مو بدك تشتغل وتطالع مصاري، بتروح لعنده وبتناولك مال حقه. إيه لا لا أميمة، كمان هي اختي ومبتلية بهيك رجال وانا مسؤول عنها. والله ما بعرف يعني، محتار شو بدي اعمل. اي خلاص اختك اختك، بس انا ما بسكن معها. أميمة قلت لك السكنه لحالك، انا قلت هذا الكلام بعدين خلص. نحن بس دعينا هيك نلاقي سياره مثل العالم والناس نشتريها، والله يبعث لنا شوفير ابن حلال. عماد اخي، عماد بيعرف يسوق ومعه شهاده. خلص عماد عماد تمام. طيب وفجر شو صار معك مشان شغله؟ مو هو رجله مكسوره؟ لا له شغله على القاعد. على قاعد على قاعد مثل ما بدي. لك داخل على الله تنتنى، لك يقبرني الحلو المطعم على روح الكوى باليبرق. ايه من الاول بلش الحكي الحلو. أميمة عيون أميمة، اعطينا بوسه. لا انا تاخرت، يلا بخاطرك. مع السلامه. لازم تدلني وين ساكن، لأنه عصام لازم يرجع لبيته. أنا بصراحة ما لي قدرة أعيش من دونه.
ليلي عذاب ونهاري عذاب، ما اقدر انا اعيش وهو بعيد عني. لما كان مسجون امر الله، بس هلا شو؟ هلا شو صفوان؟ وليش؟ طيب طيب يواجهني، يسمع مني. مرحبا. أهلين. حلو صوتها ما؟ حلو حلو. طيب أخذ هاد ولا هاد؟ يعني ما بعرف شو الفرق بيناتهم، ما بعرف اثنين. طيب أنت شو جاي تأخذ؟ ما راح أخذ شيء، أنا ما عندي مسجل، بس فضول. طيب نقي لي شي شريط. عبد الحليم، بس هدول اغاني كلياتهم مغنيهم جورج وسوف. مزبوط. خلص رح اخذ هذا. عايدة تعي بقى، خلصينا امي. يلا يلا امي جاي. يسلم. صحيت. شو في شيء؟ لا ما في شيء، بس مالي. لا وين الشلة؟ زهير بالشغل وسعد مع ابي. فجر ابصر وينه. وبنات الجيران؟ بنات الجيران هدول ما بيجوا لعندي الا مشان يسالوني عن الشباب، غير هيك بيختفوا. وانتي بتقلي لهم؟ شو بيعرفني؟ اساسا الشباب هبلان. هبلان؟ ايه هبلان واهبل من البنات. البنات شو بيسألوك عن الشباب؟ هذا عطاني شريط كاسيت، وهذا بعت لي رسالة مع اختي الصغيرة. شو بيعرفني؟ والدنات. بنات مخهم طائق. يشوفوني صاحبي انا والشله، بيقوموا بيفكروا انه انا بعرف. وانتي ما بتعرفي؟ قل لك المزبوط، لحد شي شهر قبل هلا ما كنت اعرف. بس ها بعدين عرفتي؟ بالعكس، ما عاد فهمت شي بنو. يعني الوحده نوال. لا
لوين رايحة؟ آه رايحة عند خالتي معناد. يلا رايح معي. تذكرت في عندي مشوار ضروري، روحي انت. منين اجتني هاي؟ ليش انت بتسألي علي اذا بنقبل؟ ما حدا قال لي، ما حدا خبرني. زهير طلع عندي وسعد كمان، ما خبروكي؟ ما حدا قال لي شيء، ولو كنت بعرف كنت اجيت براسي ولو فجأة. لفيها نوال لفيها. هلا لأنه لقطتك بالحارة صرت هيك عم تقولي؟ ولما أنا قعدت لك كنت طنشتي. رو رو ما بيهون علي زعلك. بعدين اعطينا فرصة نطمن عليك، نقول لك الحمد لله على السلامة، لسه نازل عياط وشياط ونرفزة، بروها؟ طيب حفا من قلبك؟ عن جد؟ لك طلع فيني؟ ايه ها؟ انت ضحكتك مدري شلون، بتكركر. ما انت شلون صار معك هيك؟ حلوة ما حلوة؟ ايه لا بقتلك بدك صورة. ايه تعال نتصور. يلا يلا هاي الكاميرا هون. يلا واحد اثنين ثلاثة تشيك. بحبك. خلصنا بقى فجر يو. نوال انتي هون؟ ليش ما فتي لعندي يا بنتي؟ والله انا شفته لفجر هيك قلت لحالي اجي سلم عليك. الوقفة هون بالشارع مو حلوة مع الكركرة. لك ابني بيقولوا تفضلي امي جوا. شبنا ما بتفهم بالقصور؟ هي اجت تطل علي الي، اجت لعندي الي. هدول الكلاب سعد وزهير ما خبروا انه رجلي مكسوره. ناديلي الوقفه هون مو حلوه بالشارع، كمان نوال بنتنا. كيف امك يا نوال؟ لسه عم تلهت على المشي؟ ايه والله لسه بتلهت. يلا بخاطركم معافى فجر افندي. هلا شو سويت البنت؟ شو سويت البنت يعني؟ مو جت معنا على المستشفى شقت عليكي؟ شو صار عليها؟ مين قال لك كنت مبسوطة؟ هي بنت سنت أهل الحارة ما بترحم. بس المخلوقة ما سويت شي بنت ما عليها الغبرة، ليش رح يحكوا عليها العالم؟ بعرف إنه نوال بنت كويسة وقلبه أبيض. بس سنت أهل الحارة ما بترحم. لك صرعتي من توتك؟ امشي من وشي، امشي، حاجة تحس قدامي مثل غرام مكسورة رجله، امشي. فما طفشت البنت يعني؟ شو يعني؟ بده يعني بعد 9 سنين كون مقهرمة وخربانة والولاد يا دوب شبعانين اللقمة لحتى يحس حاله انه بطل؟ بس هو ما كان عم يعمل حاله هيك. عم يعمل هيك
انه بنحبه وبدنا اياه. الموضوع مو موضوع مصاري وشغل، هو عمل يلي براسه ودخل على السجن. بس انا لو ما كنت قويه وقد حالي كان رح يدمرني ويدمر ولاده. بس هو بالاخير كان مجبر يعمل اللي براسه. المساله مساله مبدا، ما اختلفنا، بس شي منه ولا كله. ما هو يفترض انه يكون مسؤول عن زوجه واطفال وبيت. خلص اللي صار صار. ايه اللي صار صار، بس بعد شو؟ بعد ما ضيع حاله وكان رح يضيعنا معه كمان. هي ليكك انت. بس انا ما تعرضت للي تعرض له عصام، ومع ذلك ما وصلت لمواصيله، لانك بتعرف وين الخط الاحمر، وبتعرف كمان اذا تجاوزته لهذا الخط شو بيصير. هلا نحن ما بدنا نحاكمه، القضاء حاكمه وحكمه كمان، ونحن ما بدنا نرد نفتح قضيه من اول وجديد. لك انا ما بدي افتح له قضيه، بس بدي اياه بالمقابل انه هو ما يحاكمني كمان. شلون يعني ما يحاكمك؟ اذا تركك مع اثنين اولاد ما معك تدفعي فاتوره كهرباء، رجع بعد 9 سنين لقاكي مليونيره. صفوان انت معي ولا معه؟ انا لاني معك ولاني معه، انا مع الاولاد. الاولاد؟ ليش هو مكلف خاطره يسأل كلمة واحدة عن أولاده؟ مدري شبه يا صفوان، مدري شبه. لك رفض حتى يقول لي مرحبا، رفض يطلع فيي. ما بعرف شو سمعان عني، ما بعرف شو واصله كلام. طب أنا شو سويت لأني حافظت على أولادي بغيابه؟ حتى منظره هيك ما بعرف. تعبان تعبان. مو هذا هو عصام اللي بعرفه، مو هذا عصام اللي حبيته ولساتني بحبه. ما بعرف شو بو يا صفوان، مدري شو بو. شو مدري شو بو؟ 9 سنين هدول بالحبس يا عبير قليلة. طيب أنا شو ذنبي؟ أنا اللي حبسته؟ أكيد لا. على كل خلينا نتركه فترة، بلكي بيهدى وبيروق. نتركه؟ لمين؟ لا دخيلك، لا تتركه، خليك جنبه، دير بالك عليه. أعطيته المصاري؟ والله نسيت. طيب منين عم يصرف؟ كيف عايش؟ والله ما بعرف. دخيلك صفوان، لا تتركه. شبك عبير، معقول اتركه؟ بعدين ما تنسي انه عصام صديقي وابن حماي. أكيد سميرة عم توز براسه. هلا خلي سميرة على جنب، أساسا هي لسه ما شافته. المهم خبريني عن الأولاد. ما بده يشوف حدا. طب هن ما بدهم يشوفوا؟ ما عم يسألوا عنه؟ ما بعرف. كيف ما بتعرفي؟ ما عم يسألوكي عن أبوهم؟ أنا حاسة إنه إذا ما رجع لهم رح أخسره وأخسرهم وأخسر حالي كمان. أنا رأيي تشوفي لأخوكي. يا سلام، شو هالرأي الظريف هاد؟ طبعاً بدي أروح شوف أخي. ما فهمتي علي، اللي بقصده إنه تشوفيه وتحاولي معه، بلكي بيرجع لبيته. نعم؟ شو عم تقول؟ لا تكون أثرت عليك ست الحسن والجمال. يمكن أو يمكن لا. على كل أنا ما عم فكر بست الحسن والجمال، أنا عم فكر بالولاد. شو بهم الولاد؟ شو صاير عليهم؟ اللي صاير عليهم إنهم عايشين بلا أب وبلا أم كمان. يعني أيتام. بالضبط أيتام، ولأنهم أيتام خلي أبون على القليلة يعيش بكرامته. لك يا سميرة. لك لا تقلي سميرة وأميرة. شوف صفوان، أخي رح رحله وبرح له بعيوني كمان، بس إني أقنعه يرجع لهالمحترمة فلا. ولك سميرة، أولاً نحن ما عنا ولا دليل على إنه هاي المرة سيئة، ثانياً خلينا بأولاً، خلينا بالدليل. وقبل الدليل بحب أقول لك يا أستاذ صفوان إنه أنت نفسك مالك مقتنع بالحكي اللي عم تحاول تقنعني فيه. بتحب ذكرك بكلامك عنا؟ كلامي عنا كان مجرد شغلات سمعتها من الناس، وهذا ما له دليل ولا أنا مهم من أصله. ثانياً عظيم، شغلات سمعتها من الناس، أنا معك، حكي الناس مو دليل، بس بيت اللي بيسوى الملايين كلام ناس، سيارتها اللي موديل سنتا كمان كلام ناس، الدكاكين والمحلات اللي بتملكها شو حكي ناس، المصاري اللي معها بالبنك ما بنعرف قديش هني كمان إشاعات. طيب بالمخلوقة تاجرت اشتغلت. مزبوط، وهون حطنا الجمال، اشتغلت تاجرت، واحدة ما بتملك غير بكالوريا، بشو تاجرت؟ جوزة بالحبس، واحدة حلوة وصبية. وقت اللي بتسأل حالك وبتجاوب بتعرف انه حكي الناس مزبوط. طيب والحل؟ ما بعرف. لك والله صعبت علي،
بدك الصراحة حاسس إن لساتها بتحبه لعصام. بيجوز. يا ما باخذ اخي صباح واختبه. عايدة مو من توبك. انت ما حدا سألك شو رأيك؟ منيح هيك؟ لا تتعشم فيها، ما رح تتطلع فيها. لك انت ما دخلك. لا دخلني، انا اصلا عم بحكي من شانك. من شاني؟ لا يا اختي ما تحكي مشاني، وهي الشغلة ما لك علاقة فيها. اتصف له فخار يكسر بعضه. يا ابني طول بالك على اختك، طول بالك. ايه اختك معها حق. استغفر الله العظيم. اختي لا تتدخل بشي ما بيخصك. خلص ما رح اتدخل. ما صدقني انت زبطنا الطبخه اجيتي خربتي لنا اياها. خلص مثل ما بدكم، مثل ما بدكم. ناوليني كاسة مي. حاضر امي حاضر. مرحبا. اهلي بالله هون ساكن. ايه 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 جوا. تفضلي تفضلي. اهلا وسهلا. وين؟ هون هون هاي الاوضة.
عصام رد علي هلا، بتقوم بتضب اغراضك وبتجي معي. قوم عزمني على فنجان قهوة بشي مطرح، المهم نطلع من هالجو الكئيب بقى. قوم قوم، الله يرضى عليك. شرير ما تعيدها ان شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. نجعلك يا دار الموت، نجعلك يا دار الموت. شهرين ثلاثة عم طلع عبد الحرام مدعوم. لا تخاف عليه، إله 100 باب وباب. نحن شو بدنا غير هيك؟ غيب شموس وقباض فلوس. بس بالداخل مظبوط؟ الشغل بطحين أسهل. وأسرع على فكرة كمان ها، أسرع. بس يا أخي إذا بدك الصراحة أنا ما كنت أعرف شو الفرق. ليش حنطقي وطحين لا؟ لأنه الطحين مدعوم من الحكومة يا أجدا. نعم؟ تجي بتحنا ما عملنا شو؟ آه. تخيلك شو هالتكنولوجيا؟ تكنولوجيا؟ وعنا يا معيتا معك شي 500 ورقة لآخر الشهر؟ 500؟ ولا 17 منين؟ إن شاء الله ما يخصم علينا هالكم منها اللي عطلنا بكره. نحن شو دخلنا؟ وعنا يا ما دخلنا نحن، هو جاب الطحين شو نحن جبناه؟ بس ما حلو هيك، من الواحد ما يتعاطف مع ملمو. إيه لازم واحد يتعاطف معه، مسيك شوي الله يخليه. سكروا له المعمل. هن سكروا الحكومة، نحن شو دخلنا؟ ولي عجل عجل بسرعة خلينا نلبس. وي هلا بصير معي حفوت عبيط المي انا ريا. هلا تنزل طيب. شلون عايش؟ من وين عم تصرف؟ عم دبر حالي. هدول كل اللي معي هلا زي مصاريكي لجزانك مستورة والحمد لله. سميرة قلت لك مستورة خلص. طيب إذا بتحبك لهالقد ارجع لها. سميرة يا أخي لك نطلق وريحنا. طلاق؟ لكي حتى الطلاق ما بتستاهل. هاتي كرسي بسرعة. يبعت لك حمى، ليش جايب هالحالة؟ ما بعدي
اشتقت لك بدي اشوفه. ضضا بيبعت لك حمام. قلت لحالي خالتي منوال ما شقت علي، قلت بيجي لعندها لهون بتشق عليهم. ساوي لنا شاي. امي تعي شوفي مين جاي مشان تشقي عليك. قولي على قامتي انا، قولي على قامتي. عايدة سبحان الذي شبكي شو صار لك؟ ما في شيء، بس انت عم تسألني عايدة؟ ايه عايدة انا عايدة. بس لا، لانه هيك ما توقعتك، بس كنت عم فكر فيكي سبحان الذي خلق. قلت لحالي شفتني شي صباح؟ لان اخي عم ينطره لازم يعطيه درس يعني. هلا شو بدنا بالدروس وباخوكي؟ بس كنت يعني شلون بدي لك هيك عم فكر متلبك كلمه، عم فكر انه بدي اقول لك بس ما عم يصير مناسبه. ايوه وهلا شو المناسبه؟ عم فكر اخطب، يعني فيك تقولي عم ضبب حالي. وانا شو دخلني؟ شلون شو روقي شوي عايده وطولي بالك. اسمعي عايده، انا ما عم فكر فيكي، قصدي عم فكر فيكي وما رح اقرب لحتى اخذ كلمه منك. ايه بس انا ما عم فكر بالجواز ابدا. عايده اسمعيني منيح، اسمعيني للاخير ولا تعطي جواب. انا بحبك كثير كثير كثير، بحبك يعني اكثر شيء. شو هالحكي اللي عم تحكي انت؟ بدي اياكي بالحلال، وانا عيني عليكي من زمان، بس انت ما عم تطلع علي، وهذا اللي خلاني اتاكد انه انت اللي بدي اياها. هاد هو اسمع عماد، انا ما بطلع على حدا، بعدين انا مو بهالوارد ابدا. انا لانه لا تجاوبي ولا تسرعي، عندي احساس ما في غير عم يمرق عالمك عايدة، عندي احساس انك من اسمتي. هاي قلت اللي عندي، فكري على مهلك، ديري بالك على حالك، يلا باي بخاطرك، سلمي على اهلك. طب وتعال عنا عايدة امرقوا. شايف حدا؟ ما ادري شو قصته. اليوم اجت لعنده وحده. خلصنا امي. عادوا لهم شغله نص ساعه على وت 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 وت، بعدين طلعوا هن اثنين مخبوطين. ليكو هلا رجع. منو هي الوحده؟ ما بعرف. هذا الرجال اكيد في وراه سر. لسه امبارح اجت لعنده وحده غيره. بس كمان؟ بس شو وحده يا فجر؟ غير شكل. شو شكل؟ شو لبس؟ شو عطر؟ خيلة. منو هي التانية؟ ما بعرف، بس ما رضي يستقبلها ولا حتى حكى معها كلمة واحدة. اف 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 ليش بقى؟ شو بيعرفني؟ شايفني قاعدة بقلبه. خلصنا بقى اسكتوا بقى، اتركوا الناس بهموما. يسعدوك. اهلين زهور. عليهم الزوز. وينك انت؟ شوفي ما في شي، بس كنت جاي اشق عليك وعزمك. لوين؟ أنا وسعد كنا حابين ناخدك سيران، قلنا لحالنا بيكون قلبك طائي. شفت قديش هم مزوقين الشباب؟ هي ليكن عم يتذكروك بالمنيح. لا تعرفي، بس بدك مين يقدر. فلافل ما قالي ما بيسوالي أنا، هيك قالي الحكيم. لحم وحياة عيونك لحم، أحلى مشاوي الدنيا. نوال معزومة؟ لكان معزومة، بعد إذنك خالتي طبعاً. لوين السيران؟ عند ضبي. نضبي فوتي لجوا، تضربي انت والمنظر، نضبي حاجتك بقى، تقطعي تلحشي فوتي.
شو بكي خالتي منوال؟ خايفة عليها معنا؟ ما حلوة ابني ما حلوة. يقطع هالجيل نعمة، هدول بنات مخهم طاقة، لك ما عادوا استحوا شوية حياة نعمة. اي لا هذا الحكي لنا بأمرك خالتي منوال، بأمرك. زهير ايه قصمني. يلا داني مع الشاي خالتي. داني مع الشاي. كأنه اللعبنا معنا. والله اللعبنا. والله خرجة شان عارف تجي لحال. يا ما حليت لك قلبي وهي من أساوت أنت والأيام علي كنت تسمع نغم كنت تسمع نغم واسمع صدى وياك في قلبي النهارده الحب والشوق والحنان النهارده الحب والشوق والحنان لما تسألني أقول لك كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان كان زمان. شو مالي؟ شلون شفت لي؟ شو بدي شف لك؟ شلون شفت لي الجو راكز مالي؟ لأنه الزباين كانوا مسلطنين. يعطيك العافية. ماشي الحال. بس بطل لي توزيع الابتسامات لأنه الوضع ما بيسمح. حاضر. لك أخي صبحي لك. هدول الناس يعني بفضلوا هيك يعني يحسوا كأنك مو موجود. يعني ما بيحبوا حدا يشوفهم. هيك رواء. لأنه أخي صبحي الدنيا ومشغولياتها الواحد من هدول العالم بيجي لهون ليروق راسه شي ساعتين زمان مو ليدوش ومشان ما طول عليك هون مو مثل دوامنا المسائي دوج وسرعه اطلع اطلع الهدوء هون عنوان المرحله شوف لي هيك شوف لي هيك ايه علي الطلاق الراس من هالروس في افكار ومشاغل بتعبي بلد لذلك لما بدك تغني لهم ابو زواز انت ليش جاي لهون مشان صبحي مشان فرجي لانه هلا لا تبدا هاي الجمال وهي الجمال ضبه والله معكم ليكون زعلناك بشي لا سمح الله لا قول احنا اخوه يعني صبحي اخونا وحبيبنا بده يشتري تاكسي لانه تاكسي ماكسي هي مو شغلتي الزباين بدون رواق لذلك خده وشوف شو بدك منه حاضر حاضر بس لا تزعل يلا اخي صبحي يلا رجال عم استنى برا قالوا رجال لك صاحب التاكسي قلت له انتظرني دقيقتين وصلنا اكثر من ساعتين يلا تاخرنا عليه لا خيو هي بدها تلبكنا ابو زواج منين بخها صفرا بتكلم هو هاي هاي عجبا نام الزلمه شايف سياره ليك 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 مثل العروس وقطع بالبلد مثل الكشك انت بس طلوب قلت لك شايف هذا الركبه ب 300 ورقه طلع تحت طلع الدوزان ب 1200 ورقه ما تهكل هم التصليح السمان يلي بحارتك فينا نصلحها تعال لنا مع الدفترة عش شهور فرج تفرج تعال ابو سليف تعال شايف فرش مثل الفلة ليك دواليب جدد ايوه اسمينك ابو سليف يمكن بدها تغيير قمت صورات لانه اخي ابو صبحي السيارة بقمت صوراتها ليش؟ لأنه لا سمح الله مطب أو جورة إذا ما كانت القمطة صورات ماكنة وجديدة ما بيمشي الحال بتكلفك شغلة ألف ورقة بتصير مثل الصاروخ مثل ما عمل لك ليش؟ لأنه مركب له موتور تويوتا بطيخة والدنكل جديد لانك بتمشيها ريحة البنزين مع القمطة صورات الجديدة بتطويلك طلوع التنايا طي طي؟ لك إيه؟ يعني بتطويه وبتحطه تحت باطة المهم الدوزان لأنه أخي أبو صبيح لا سمح الله صار ما صار ولك أولا إن شاء الله يخرب بيت قلبه
انا مسلطن على لسه فاكر جاي انت تفقس لي يا اخي. ما عاد بدي هاي السياره. طول بالك ابو صبيح، طول بالك. عم نشرح لك اخي. لا اشرح لي خلاص، ما بدي اخي خلاص. انت اسكت مشان اخي. ايه كبر شانك. طول بالك انت وياه. شو حكيت ابو زواز؟ لك ما لحقت افتح تمي اخي. تعال لله، تعال معي. هاي السياره اخي، هاي سيارتك. قرب لهون شوف امي قد بدك حقها. طبقت ورديتين ورا بعض وما تعبت مثل مشوارك من الشام لهون. ما تعبني، دوختوني يا اخي، تعبتوني. خلاص اخي بالصلاه على النبي خلاص. انت اسكت. سكتت لانه الي بتحرمه الواحد يحكي مشانك. ومو بس هيك، شو كمان؟ طلع زير نسوان على كل يوم الثاني عم تجي لعنده وحده شكل. شو الحكي؟ مثل ما عم بقول لها. وانت مين اللي حكى لها؟ نوال حكت لي. العمى بعيونه العمى. لك مو على اساس ادمي ودرويش وامه ميته ومدري شو. معناتها لازم ندير بالنا. شلون يعني ندير بالنا؟ يقوم يعمل له شي مشكل لنوال. ايوه هذا الشي بصير بحاله واحده بس، اذا كنا نحن نايمين على ودانا على قولة المصاري. لا علي الحلال، علي الحلال. ما يأذينا نوال، لا افرموا واعملوا صفيحه. عشت ابو الزهور، عشت. كفو كبير. تسلم. انت يا شو لقيتك ضلك اجير قهوه؟ لا انت الثاني. بس انا مشان نوال، قصدي مشان عمي ابو نوال يضلوا مطمن. انا مالي بهيك مصلحه بنوب، اعوذ بالله. ايه معك حق، صاحب واجب. لك يا رجال روح لاقي لك شي مصلحه عليها القيمه. ابو نوال يا دوب يطلع حق ربطه الخبز واجرتها الغرفه، وفوق منها اجرتك كمان. ايه انو اجره يا رجال؟ ايه والله سندويشه ما عم خليه يضيفني. زهير خليكم سليلي عمك فجر. ليش لوري؟ شوفي. اي صحيح، شوفي شوفي. شو دخلك انت وياه؟ يلا بخاطركم. حفظ.
الظلم والغم، القهر اللي فايح حسن، القلب اللي بعمر.